بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خطبة ذينا وحكو صاحب سنة جيريدا أدوية دانينا لغوارينين ولغا ديمان آيه وحويا لتقايبا خطبة ذكو صاحب سنة دور مركة قضبة إن شاء الله تعالى يسكو برا رجينينا. إله سبحانه وتعالى وحليا هاي كل نفس ذائقة الموت نفكستا جيري ويدي دمينيسا نفكستا ويدي دمينيسا نفن ولانيسا دون كام جفتو. ابن كثير رحمه الله تعالى عالم كوين ومفسر كأه وتفسير القرآن ككتاب وين كله وحليه أيضا إله سبحانه وتعالى وحنوغ الشيغايا ومدو أطن إني بابئيس ومدو أطن إني دمانيس الدويدا وحكو باقهان إني جرين إلا إله سبحانه وتعالى ومباقي نقري وحي مخلوق أطن وي بابايا أيضا بدون القرآن كان سيدس بيكو شعروتي حدي مركا أدون كان لدمانا جنك إيو إنسك إيو مرائكتا إيو أمدو كنور أطن أي بابايا محل الدون يا قفكم مسلم كأه الدويدا لو ما ترجل إنه كواره الدويدا لو ما ترجل إنه كواره الجوج لو ما ترجل وحلا هو ترجل إن وقت ير الدون كان الجوج كل عبادة يست آخر ذي سو كسي آب إذا مرك آية داس وحن كفى ذي سننا إله محلا سبحانه وتعالى نفكس تجربة اللي من الجريال كين والدين أو فينا وحلا يمكن نسقى من أمجست نكي النار لقفوا جيو جنانا لقلي والليباني ليبان كدم بيس مجست آية دمركو حكا فايديسين ان دور قضب قضب ككوبات قفك بالآدن كوام إنسان كاه مهما عمر جيس أدون كاو دير هذا بقول السنة دور يحويان سديت تنساقاشن او قارو جيري با كدميس لا محالة إني جيري كدميس وضي مناه حدي أي ساس توضي منا يسمركا وحال دونا إنا أدويد إسرائيلينو ربي قادة تبارك وتعالى أسو لابتد إلهي سبحانه وتعالى نقاد كعب ستد آخر هذا أشق يستد بان دونا يا. رب سبحانه وتعالى النبي جن وحكير إنك ميت وإنهم ميتون هذه وحتى يمد من دونه نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيجنا ويدمان دونا أدونك مرك هدي لجوا رأي أبو الجوع قيمة إلى له نبي جن العفيل عليه سلامة وسلام ونالش اللود الله سما ورا له هدي نبي محمد بق قفر قلي وعرض عن كهوسه أن جن وحويا ودمانينا ومد إلا يقين له بهي هو قلب كل بعض آيات كفى إذا سرنا وحتى ورا له إلهي سبحانه وتعالى أدوميس مظلميه هل شيء إلهي كو مظلمنا سبحانه وتعالى لكن إنسان كأسقى يظلمنا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إلهي كو مظلمنا سبحانه وتعالى دم بأد أذي اللي إمادنا دوش لغا ساري ماي غير هذا مركا إمادنا لغو قدر ماي وقت لغو سين ماي إلهي سبحانه وتعالى وحليه هي ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قفكي عمل سم عمل سنلي ما ذا ونكسنلي ما إسلام كان مؤمن وإيمانه قفكي وحلاقي أبا سوى مؤمن هن أو منافق أما قال له إنه أدوية عمل ونكسنلي ما ذا ودع كتاه قال هذا مساكين تيسعيديا عمل ونكسن بيلي ما ذا قاركود صدق الله إلا بحالك وحبو تري بيس إيمان بشرطية وهو مؤمن أسوى مؤمن وإله ربي سن تبارك وتعالى قفك النوع سيك مع بسنا الظلم لما ظلمنا قدم كسدحات أن آيات كفى إذا سيرنا ولا للوحيدة هاي ليبان تنبتها إيو حويان ليبان تيو جوش نبتها أو لغو ليبان آية إن نار لقبت بعد جنان الله قال لغو فإذا سيرنا الوحيدة صوب إن اللي مادي إسكال ماها جنة إسكال ماها نار صوب وين اللي مادي ده صوب كان الجنة كوجي صوب كان النار كوجي صوب الجنة ده نجيسار رنا مرك نار ومسوع نصما إلهي سبحانه وتعالى هاي لقبت بعدي جنة والدوننا كلهم صوبك الجنة نجينا يا مرك النبي ونوشة وحيري فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر نينك الدونة إنه نار لقفه غيو جنة لقليه قريدس هاو إمادة أصغو إلهي رميسن مانت آخر رميسن أذيغو إلهي رميسن ومؤمن قريدة لأقوت إمادو أذيغو مانت قيام رميسن قريدة لأقوت إمادو ولتأتي وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومضي ابن آدم كان هؤلاء إمارة وحي أسقى أجعل إن لغول نغمة وحن نفت هذا أجعشها إن لغول نغمة ومضي نقول نغن وحد أريد بجعلان نفت هذا أجعلان ومضي كلها كسميرين آيادو حاكرون كفا يسين لنقضب كأفراد ولا ليال أدوية إنا وحبا يحن أوين ليدته أوين الزوليس إلهينا سبحانه وتعالى ونوشيك آخرها إكا قيمة بضنت آخرها قيمة بضن أدون كان الإسراعين أنا وقيمة مرح إلهي وحولي عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وحس دورنا إيسان أو تكون رفاضي إيسان أو تسكب بابئين إيسان الدويدي
آخرنا إن كي خير بدن أنا باقي هشة الدنيا أنا وزوليسا لكن آخرنا أن زولين أو باقي أهنا واتكتيسا الدون كانت قادنا يسون رعيسا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وحتعيش المدة دقيسا الدنيا آخرنا باقي هنا واتكتيسا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وحي الذين سي الدون كأضحى هيستان ووحيروا الدنيا راحة أون الزولي سوا وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون إلهي علي عز وجل وحي ربي أكتس هذا خير بضن أو باقي هاش بضن مين عقل لهن مين فهمين أرندس قلبك الشناد ولا ليال أنكفى إذي سنين آيد وحيته ليبان تنبتاه وإن جنال لك له نار لك بدبادة عز وجل وحليه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة مصر ندتك أصحاب النار كي أصحاب الجنة مصر أصحاب الجنة هم الفائزون تدك أصحاب الجنة يا اللي باري ما هي كل باري أصحاب الجنة ما هي كل باري وهي كل بارين جنة جلين نار ما يكبد بعد سما وهي كل بارين وأرتس من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين ما أنت قيامة إنك لقل لي حين نار إيو الشر إيو لبعت إنك لقل لي حين أو جنة لقليه إنك وان اللي باري ولا لي المرك جنة سيل وهلي وحال وهلايا إن لا شقيست سبب كله قل له أن الله ماذا جيرد أنا مركز تلحسوس لأن هذا ما دعيسا وقت يقول درا مركز جيرد إماده هذا هو حمام كجرو أما ملح تاجن أما إلهي كفك هذا جيرد كو إماده أو ملك موت كو كو إمار ما دعيسا إن دقيقة له ودرا هل دقيقة له ودرا ماي إذا هذا وش الله يتم عليك وتري مرك إن هذا إلهي وانصر عبادي سني إلهي وقال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها كلمة ما كل جاي يلي ماي الدون كامرك أنت أنا جون ولا ليال أنكو معناها فكرنا سي أن وحوي جيرد أس وش غيسن لهن أن نقول ديار سن إلهي الرميسن رسول كيس الرعسن آخر الرميسن إن جيرد نوت ماذا هل كان إلهي الجنة تبارك وتعالى أنكو أرورنا إلهي سبحانه وتعالى هين وفجيو أن نقول ونكسن إلهي سبحانه وتعالى توفيق دقيه توحيد كه نقدله إلهي سبحانه وتعالى حق هين وفجير وحل وحي شر إلهي نقبل بادير وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.